أهلا بكم في تفاصيل النشرة. سحب قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى في صيغتها الحالية بطلب من الحكومة حسب ما أفاده سمير شطورو رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص بعد الضغط الذي مارسه ممثلو قطاعات المهن الطبية لمراجعة القانون وإرجاعه لسلطة التشريع. التفاصيل في التسجيل التالي. دكتور سمير شطورو رئيس نقابة تونسية لأطباء القطاع الخاص والمنسق العام لتنسيقية أطباء المهن الصحة في القطاع الخاص، اليوم صباح الحكومة سحبت مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى من البرلمان. احنا نراو انها هي حاجة ايجابية لانه المشروع القانون بصيغته الحالية ما يلبيش رغبة لا المواطنين ولا مهني الصحة، ومهني الصحة كلهم الحقيقة حتى العمادة في بيان مشترك امبارح عبرت عن رفض عن صيغة. هذا ما يمنعش وان كل مهني صحة وعمادات مازلنا متمسكين بضرورة صياغة قانون مسؤولية طبية يكون يلبي طلبات نتاعنا، وتوا فرحانين الصيغه هذه ما تعداتش، لكن ما زلنا نعبروا عن تمسكنا بضروره قانون المسؤوليه الطبيه. ان شاء الله يكون المره الجايه فيه اكثر تشاركيه في الاطباء والمهني الصحه. نهنيهم انه القانون هذا في صيغته الحاليه ما تعداتش، على خاطر تعدى راهو كان ينجم يكون عنده عواقب كارثيه على المنظومه الصحيه اللي هما اكثر عباد في القروان يعرفوها، اللي هي هشه معناها في القطاعين الخاص والعام. نتمناو انه تكون هذا الوقت الاخير هذا يكون فرصه باهية باش الناس الكل نخدموا يد في اليد، نواصلوا الضغط باش يصير مشروع القانون هذا يتنساء من طرف ولاد